تحياتي يا شباب، اليوم بدنا نحكي عن مباراة الهلال والعين ونحلل فيه أداء لاعبنا عمر خربين واللي تأهل مع فريقه الهلال السعودي للنصف نهائي دوري أبطال آسيا. كمان خلونا نبارك للهلال السعودي على الفوز وهارد لك للعين الإمارات الخسارة، وإن شاء الله بيعوضها السنة الجاي. الهلال لعب بتشكيل 4-3-2-1 بينما لعب العين بتشكيل 3-4-1-2. بداية المباراة ولمدة 40 دقيقة كان أداء العين الإماراتي أفضل بكثير من الهلال. الهلال السعودي والكون تعادل سلبا في العين فكان حذر باللعب وخايف من أي هدف في مرمى قد يصعب من مهمته، بينما العين ما استفاد من السيطرة والاستحواذ أول 40 دقيقة. بلكي الجمهور السعودي يختار إدواردو كأفضل لاعب لتسجيله هاتريك، بس أنا بختار ميليسي عطفا على ما قدمه في المباراة خلال فترة مشاركته رغم عودته من الإصابة. أغلب تحركات ميليسي كانت دقيقة وحاول خلال 40 دقيقة الأولى إخراج فريق العين من مزاج اللعب من خلال تدخلاته وكمان من خلال تمريرات دقيقة. بالنسبة للاعبنا عمر خربين فقدم دور تكتيكي رائع، رغم أنه لهلا مستغرب كيف يلعب خربين بمركز الرقم 9 وإصرار المدرب رامون دياز على وضعه بهالمركز. حاول عمر خربين على المرمى مرتين وقدم تمريرات دقيقة بالمباراة حتى أنه أغلب تمريراته كانت صحيحة وخطيرة. الهلال بهالمستوى بتوقع راح يفوز بدوري أبطال آسيا لهالسنة لو ضل بنفس الروح والتكتيك. بتوقع أفضل تعاقد للهلال السعودي هو المدرب رامون دياز واللي يقدم كرة هجومية رائعة. أنا بتمنى لو تأهلنا لكأس العالم نجيب هالمدرب للمنتخب كإعارة من نادي الهلال ليدرب منتخبنا لما يمتلكه من أفكار وطرق مميزة في التدريب. بالنسبة لفريق العين فأعتقد أنه بيحتاج للاعبين محترفين على مستوى عالي، لأنه دوغلاس وبيرغ ما عم يقدموا المستوى اللازم والمؤهل للعب في العين الإماراتي. بالنهاية هذا تحليل بسيط لمباراة الهلال والعين، والهدف منه إلقاء الضوء على لاعبي المنتخب السوري واللي بيقدموه مع أنديتهم. بالتوفيق للكابتن عمر السومة في مباراة فريق الأهلي مع فريق بيريوسيبوليس الأيراني، وكالعادة راح يسجل لأنه الفريق أيراني. لا تنسوا الإعجاب والتعليق، وإذا اشتركتوا بالقناة راح أكون ممنون لكم.